شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل اللي انت وليت تحيد لي بحوايجي وانا زاد راه ماني بسكري تقول لي انت البس عندي ثقه في الذوق نتاعك البس واستحفظ مش كل يوم انا نقعد نغسل ونعاود ونفرك في بقايا الزيت زيت هو زيت هو مقلوب زيتون هو مفتيفة خبز هي قشور كاكاوية هو معقبات بسكوي في بالي ماخذه واحد انا يخدم عند طبيب مش صانع نتاع عطاء انا مشيت اسبوعي رجع التفاحه سبوعي رجع التفاح صباح خير دكتور صباح خير سبوعي شهوني شبيك انت واخوك عمل شو هراب مش قلت لك البارح اشري القهوة على خاطر فاته نسيت نمشي نجيبها لا 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 يجيجا اقعد قال لي قول له ما يتحركش من بقعته باش ينقب لك نهارك يبني خلي ينقب النهار شغال فيه هو الشر اهلا وسهلا مرحبا بيك سيدي هاي تفضل ها شو احوالك سي سبوعي لاباس هاي هاتك اليوميه نتاعك هات دلندا فانا نهار احنا اليوم لوسيس يا ميرسي تركز برافو لوسيس فوالا فوالا هاكا سي سبوعي الايامات نتاعك الكل مشاو في الريح من وكان باش تقول لي تراك اندري تراه مورسول جرير وكان باش تكمل هكا حط كسكاس قدامك خير تضحك انت تتشمت فاحت يا عارفي اشنية اللي فاحت يا اخي ماكش قاعده تشم ريحه الملوخيه تخطك فضيله تشم من البحر الابيض المتوسط يعني كي يشم واحد حارق لامبيدوزا يرجع يجري
ايوا هما جماعه البوليو يسموها جاو. صباح الخير مدام فوفا. بونجور فوشيكا. بونجور سيلفيجي. بونجور. صباح. شنو لاباس؟ شنو امورك ماشيه؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. اي ربي يعينكم. يقولوا لي صحن الملوخيه اللي معامله عليه باش ترزيك فيه فوفا. هذيك تاكل صحن الملوخيه تي كان تبلع زيتونه جيبوا لها قابله. صباح الخير دلندا. صباح الخير. صباح الخير اسبوعي. صباح الخير. ياي محليها محليها لبستك تقتل. تعرف كاينك باباس. ندادو جميع لبس عزوز سيرو اختار تاني وياك وسمعت حضر ليش تلبس تراب ربي شو جميع سافا اسبوعي ابار شوية الفيستا فيستا؟ شمية الفيستا؟ مش مويت يا سروال بالحق دادو مش مشكلة دام بدلوها الفيستا والباقي سافا؟ سافا ابار شوية سروال ماهوش مويت الصباط زادة ايه طنبتلو السروال والباقي سافا اي خلاف الفيستا والمريول والسروال الباقي الكل سافا عادش خليت فيها ددو تاك عريضني فضلك عليك اسبوعي اقعد اقعد بصراحه اسبوعي لبستك مش خايبه اما تعرف عندك مشكل في الالوان الالوان هذي ياسر مكبرتك علاش ما تجربش لوك نتاع جان رجول لوك هذا يسابو شبيه ماني قلت لك مكبرك برشا علاش مش لبسة متاع شباب الوان حلوة مواتية بعضها ها مش الالوان الحزينة هذي ايه اسبوعي وين ماشي هرجي هني شي وكان يخرج خوك معزوب هو النار منقوب منقوب هو عليا قداش عندي ما مشيتش للبوتيك ما عندك هاك الطفلة غادي مهنيتك في كل شيء صباح الخير تفوفا هاكوني صباح الخير ما تقوليش قمت توا شفت ما لي جون بيان وقتاش يقوموا انت ما ريتيش ماما حتى الوقتاش صارت البارح بالمجد البارح حتى بعد نص الليل وهي تقرا في الصاله والتلفزه محلوله بيان سور التلفزه محلوله جوست باش ما يجينيش النوم وكتبت دروسك بالتيليكوموند اللي عندها الحق زينوبه التلفزه تونس لا كومباني حالك تتفوفه وتعرف اي تتك فوفه ما عندهاش باك ليتر السنه وانت علاش ما ترجعش في بيتك؟ شنو هي هذه بيتها؟ وفاطمة كي تجي ترقد. اوه ما تشعل الفيوز وترجع على روحها وفاطمة ترقد. لالا ما تحبش، قالت لك ما نجمش نرقد والضو يشعل. وانت عاد المراجعة في الليل لقيتها مجنتي والناسية باش تقوم مأخر الصباح. اوه يا ماما، ماني قلت لك نقرا العشرة، بروفة الفرنسي غايبة. أي سيب انت زينوبة، قل لي شعملت في غدوة؟ انت ما حتى سي طيب يكلم سليمان. تي ليه هذيك راهو كلمو اسمعني غدا باش تجيو الكل راهو حتى من خالتي جنات وين نجيب ماي فوفه وسي طيب مصدعينا غدوه العشاء بحذاهم يا جو ما تقوليش باش نتعشاو في دار التفوفه هكا هاو عاد انت على الحس اقسم البار سامحني سي هيكل سامحني وين وصلنا احنا دكتور وصلنا لدارنا اللي حبوش يخطبوا لي مفيدة دكتور اه وي 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 مفيدة دونك مفيدة قلت لي هذه جارتكم المطلقة بزوج صغار مش هكا لا لا دكتور عجالة عجالة وعندها ربع صغار اه سامحني سامحني عجالة وعندها ربع صغار اوكي عجالة اوكي عندها ربع صغار قل لي سي هيكل قداش عمارهم الصغار هذوما بون دكتور الصغير فيهم يعمل 14 سنة اوه كمام ها مال الكبير يعمل نديدك لا دكتور قصدك الكبيرة الكبيرة بنتها الأولى أصغر مني بشوية اه باهي قول لي سي هيكل بصراحة شنو هو اللي يخليك تشد الصحيح فيها المرأة هذه عندك نقص عاطفي وإلا بالأحرى قول لي شنو هي علاقتك بالضبط مع أمك باللي أنت صغير حتى لتوا أمي أنا دكتور ايش دخل أمي في الحكاية أنا نحكي لك على مفيدة يا دكتور مفيدة لما راني نحب نخطبها والله يا دكتور والله نحبها يا أولادها والله وكانك على تكويني العاطفي إكيليبريرا والدي والدي أمي وبابا معناها متفتحين على الأخر ما جاو كان في هذي وكيكسو يكيكسو يكيكسو مالا شو سي هيكل في المشكلة هذه لك الأولاني ولك الأخراني
برشا ناس هكايا كيفك انتي من اللي هما صغار للي يكبروا وهما عايشين في الجلباب متاع امهم. هي اللي توكل، هي اللي تشرب، هي اللي تتفقد الغطاء في الليل، هي اللي تهز للمكتب، هي اللي تعمل العرك عليك في الشارع، هي اللي تصنف الماكله، حتى يولي الانسان ما عادش ينجم يتخلص من العلاقه هذه. حتى نهارت اللي يطمح باش ياخو امراه ماذا بيه تكون نسخه مطابقه للاصل لامو. معناتها دكتور انا نحب ناخذ مفيده على خاطرها كيف امي. اي نعم. اما دكتور تنجم تزيد توضح لي؟ تلبي تموت تلبي 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 شكون السيد هذا تعرفوه؟ لا ما نعرفوش، أول مرة نشوف. زعما مش توريست؟ باب 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 ملا حطة وملا وهرة، مش هكا عارفي؟ أهبيك استنى استنى أسبوعي ويف وجهك والله هو يا سيدي. شنو الحطة وشنو الوار يا أسبوعي؟ والله تبدلت علينا ما عقلناكش. إيش خلقوا من لوك جديد بتاعي؟ لوك هبال فريمون كأنك عايش في الخرش. بالحق ما يجي شنو هي بالحق يا أسبوعي؟ تسورية وحدها تجهر ورد بالك تشق بها كياس في الليل. وأنت ما شفتش هيك الكرافات خضرة غازون فريمون قداش وتيتك يا أسبوعي؟ تو اللي تقولوا فيه بالرسمي ولا تفلكوا؟ خسارتك يا اسبوعي، كان جينا نفدلك ورانا طفلقنا عليك بالضحك من الاول وقت ريناك لابسك الكراكوس. مش هكا عارفه؟ ايه صحيح. برجع عليكم الاولاد. شنو هي يا اسبوعي؟ تقول هرب من تابلون تاع دالي. شكون ابو عبد علي؟ هذا اللوك الجديد بتاعي. شبيك اسبوعي؟ هذا مش لوك، هذا اسمه ستيليزم شكشوكيزم. عجبكش اللوك الجديد؟ فما السورية هذه يلبس عليها كرافات اون بلوس الالوان مش موتشة بعضها وصباط. منين جبته؟ ما انا متحف. مش خد يدي عامل لوك بتاع جاد. تفضل مرحبا بيك. هاكا ما تنساش موعدنا الجمعة الجاية. ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا تفضل. لاباس بالله. شكاولك سيدي خويا؟ شنو هذا؟ شو الكراكوز هذا؟ شو التابلو اللي عامله هذا؟ هذه هي نتاع واحد يخدم عند بسيكوثيرابيست؟ قلت تبدل اللوك بتاعي شوية سيدي خويا. شنو تبدل اللوك؟ يا أخي وليت بلوك يا أبو سعدية. تخش عليك خارج من الكنس بتاع فريبري؟ يا أخي فايق بروحك ولا؟ ها؟ قل لي ناوي تمشي معانا غدويك العشاء عند سي طيب هكا؟ تقولش عليك باكو شيبس؟ سي طيب مستدعينا العشاء؟ اي نعم سي طيب مستدعينا العشاء اي نعم. هاي اتبرم من قدامي طو اتبرم وامشي البس لبسه محترمه وبدل عليها الكرافات. تقولش عليها قطه معدنوس ما كانش ساقك مع الشطاوني. شفت جرايرك ندو؟ جرايري فضلك قد بسجان مش جان كلون. وين هم حوايجك الاخرين؟ تتكلم فيك راني. فهمني شنو هي الحكايه؟ حبيت نبدل اللوك. تبدل شنو؟ نبدل اللوك الحوايج هذوك ردوني كراجل كبير. راجل كبير؟ اخترتهم لك بالقطعه. ظهري تقسم وانا غالصه في ابديس الفريب باش ننسيك في الهداهد اللي كنت تلبس فيهم قبل ومش عاجبك. ددو قالت لي هذوك مش موتينك ويزمك لوك نتاع جان. ددو سرحيلي دبرت عليك باش تعمل في روحك هالحالة؟ اي قالت لي هذوكم مكبرينك. شي همها هي؟ شو مدخلها للدادو متاعك؟ قوم قوم نحي عليها الكراكوز اللي لابسه ودارندا حتى نوريك فيها. الا دالندا من وقتش وليت تدبر على اسبوعي اش يلبس؟ ما عجبوكش حوايجو؟ انا اش عندي قتلو؟ اش قتلو؟ شبيه ذوقي ما عجبكش؟
ديش قلت لوينة جوست على الوين اللي لابسهم وراو هو اللي قال يعطيني رايك. كي تولي مرته وقتها يبدا عندك راي، اما توا راجلي انا وانا اللي نتلهي بحوايجو مش انتي. انا بطلت دغيا صباع توا. شنو هذا؟ ها يا ربي يا ربي، مش ربي قل لي نحيت بوسعديه وحطيت اسطنبالي؟ اي ما قلت حط كرافات باهيه، يعني حطيت هذه كرافات باهيه، هذه ها هذه كرافات باهيه، هذه فيستا باهيه، هذه هذه لبسه باهيه. مش ربي قل لي تو ذا حد عقلك هذا؟ ها يا اخي ما عندكش مرايه في بيتك؟ عندي مرايه في بيتي. علاه علاه ما عنديش مرايه في بيتي؟ اما انت مو عاجبك حتى شيء ومانيش فاهم علاش. واش نقول لك علاش؟ على خاطر ذوقك ذوق مهارس وما تعرفش تلبس. هذا ذوقي ذوق مهارس وما نعرفش نلبس؟ اي نعم، ما تعرفش تلبس وعمرك ماك باش تعرف تلبس. شفت ما وضعته؟ تو اللبسه هذيا زاد ما عجبتوش بربي شبيها. اسمع سبويا اختاني وما عادش تسالني برا المرتك اللي فيحت فيا، هاي قالت تعرف لي يصلح بيك. شو هو تو باش تاخو عليها؟ يا اخي شتفهم منه هي؟ سبويا قلت لك اختاني. مش لازم، هتعرف مش لقدي زينب وفوفا وما يعرفوا. اختي زينب. سبوعي شنو هاللوك هذا؟ يا وخي كره خليت لبسك تاع قبيله خير. نعم سبوعي. شنو هالكرافات اللي لابسها؟ والله لا عاد فاهم شيء انا. بربي قول لي انت اختي زينب مشيت زين نلبس، بس سيدي راسك يرزع عليا ترى. لا عاد كي باش تسال اسالني انا نقول لك. وانت من وقتاش تعرف لبس الرجال؟ أمال زينب تحكي بجدك؟ وي أنا على الأقل نختار مع سليمان الكرافات ولي كوستيوم تاعو، أما أنت سي طيب ديما في اللي فواياش ما تعرفش عليه حتى فاش قاعد يلبس لبرا. لا يا لالا سي با فغي، سي طيب أنا نختار له حوايجو حتى من لي سو فيتمون. نقول لك حاجة، شفت أسبوعي هذا؟ أي أسبوعي كي نجي راجلي أنا شوف شنو نلبسو، لا ما نردو سوبر إليغون. هذا سوبر إليغون؟ هاي قوم قوم عاش بكري علينا قوم. جيت بابا. أسبوعي وليدي شنيا هالتبديلة؟ عندي زادة يا أمي بربي قيلوني عاد، حتى زادي خويا ما عتعجبو شيء. هو قال لك البس هكا؟ إيه قال لي البس كرافات، أنا لبسته وفع فيا وقال لي ذوقك ذوق مارس. لا عاد ما يجيش منه، أتون تفهم معاه، شنو الكلام المرزي يقول فيه الخو؟ إيه قاعد يتسبل هذاك، من وقت اللي أنت جبرته باش يعطيني الهواء، يلوش لي فيها كابش كل مرة يعمل لي شو. ما ظهرليش، خوك يحبك، يحبك تلبس حاجة باهية قدام الناس. إيه شنو باهي اللي نلبسها تراه شنيا؟ ولدي وانا وين نعرف؟ انا ما نفرق كان في اللباس العربي، الجبايه بالبرانس الشواشي. بربي امي تو وقت الجبايه هو. عندك الحق ما تثبتش على ابوك، كان عنده زنسة هنكيره الله واحد. راهو الجبايه بكل جبه وقتها، القمرايه السكروده الملف والفرمله والبدعيه يلزم يكونوا فرد لونهم والجبه. اما الشاشيه بالكبيته اللهم صلي على النبي كانت زايده فيه الشطر. يا عاد هذيك لبس عربي عاد. سليمان خوك يموت على اللباس العربي، مش خليه لتوا مستحفظ على حوايج بوه، هاي كفاليجه محبيه في بيتي. كان صغير يلبس الجبيب نتاع بوه كبار عليه، يبدا يدعثر وحنا باش نموتوا عليه بالضحك. دادو دادو دادو. اسبوعي شنو هذا؟ منين شفت هاللبسه؟ اش قولك دادو؟ المره ذي سيدي خويا مش ما يقول. نتصور باش تعجبو. اش قولك دخلوا انت القهوه هكيك تعملوا سيربريز؟ صعبه ددو. هيت هيت هيت. ميرسي دلندا. دخيا دكتور. شو رايك سيدي خويا؟ شنو هو؟ لا هذه قلت له مسكتوا عاد، ما ناقصك توا كان سناجق ومبخره. قل لي ماشي في خرج سيدي علي الحطاب ولا هي سويت البلوط؟ علاه سيدي خويا؟ هذه ما عجبتكش؟ توا فهمت الحكايه، ماشي حكايه لبس، انت قاعد تسبب عليا. شنو اللي تسبب عليك؟ انا نتسبب عليك انت؟ انا
هذه جديدة هذه، فاش بابا نسب عليك؟ من وقت اللي عطيتني الهوية، وأنت تلوش لي فيها؟ أنا نلوش لك فيها، أنا نلوش لك فيها. إي تلوش لي فيها، من وقتاش أنت بتحبس اللبسة العربية؟ كنت كنت صغير نركول أنت تلبس الشبيبة نتاع أبوك، وأمي شادة. لا يا سيد، اللبسة العربي نحبها ونموت عليها، أما واحد يلبس لبسة عربي في عرس، في تور، في ملاك، في زداد. مش واحد يخدم بها في كابيني بتاع بسيكوتيرابوت يا سي اسبوعي. حق اماني بجدك باش تلبس روبا؟ فوفا مستدعيتنا العشيره ومش العرس. مالك فاش تحبني نمشي في جين وبلوزان؟ علاش ما نلبسوش نورمال؟ اون بلوس الروب مش تاع عمرنا. مش متاع عمرنا يا اخي، شبيك حتى روحك معايا؟ مازلت غشيره راك، انت اللي ماكش متاع روب. غشيره صحيتك يا مدام اماني، قداش ما بيناتنا باش تقولي غشيره؟ انت مازالوا لتو يعطيو فيك في الشوكولاته والحلوه، يقنوشو يقنوشو. امان والله لما نقول ماما اللي انت تستعملها في مكياجها. محسو برمش يقول لها ماما في بالها، واللي انت تلبسها في حوايجها بالسرقه. يا عطش بي حوايجي ولا حوايجها كيف كيف، وزيد نختاري اللي نحب. سافا امنتي ما عندكش علاش تختاري اللي تحب تلبس، خاطر باش نهزوك في بوسيت. وحقا ما يلزمناش نساوي السوسيت زيدا. ايما السوسيت؟ السوسيت اللي باش نحطوها لك في فمك باش ما تحلوش وتنسى القويدة. ماما ايش البنتك؟ سبوعي ليه عاد ليه؟ هذه اخر طلعة، تشنيها هاللبسة وانت تقول عليك تهار. ياخي شبيك شبيك صار لك اليوم؟ خليني عزوزتي ما عاش عارفش مش نلبس. كي انت ما تعاش عليه ما تسمعش الكلام؟ عاد خليت الحوايج نتاع الصباح، عاد وذنيك لدلندا ولا ما نعرفش شكون. يا اخي تحب تضحك علينا الناس؟ ما عاد لا بشيء هذاك اللي مازالك انت عاد كان باش تخرج عريان. يا حتى من سيدي خويا اللي عمل لي فيها باللبس العربي، ما عاد عاجبو شيء. ما عادش عارفش باش نلبس انا كي نمشي وغدوه بحذا فوفا. فوفا؟ شكون ماشي الفوفا؟ كنا ماجيين بعضها سي طيب مستدعينا للعشاء، حتى ما خدت الجنان زاد مستدعيها معانا. وانت ايش باش تلبس؟ الجبة ولا البومزين متاع بكري؟ انا عزوزتي اللي تقول لي انت نلبس ونلبس. توا عزوزتي اي الحمد لله عليك كي فقت اللي انت يزمك تسمع كلامي. قولي ايش نلبس عاد قولي. البس كسوة العرس. كسوة العرس راتني بها فوفا شلون نعاود نمشي لها بها للعشاء؟ ايش بيه؟ ما هي كسوة بدل السورية وكهو. وانت عزوزي ايش بتلبس؟ روبة العرس الحرير. تتزوم راه روبة العرس مكرية لتو ما زدت نخلص فكريها. بيه اما قول لي ايش بتلبس عزوزتي؟ انا ما قلكش حطينا زادة باش نبدل اللوك كيف كنتي. صلي على النبي عليك يا عزوزتي. بون خليك ماما انا مشيت تعب. ايه 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 اجا هوني. شنو اللي لبسته هذاك؟ شنو اللي لبسته؟ قولك ماما. طيب يعجبك هالعقار يا امي فضيله؟ الجاردروب نتاعي ولات سيلف سيرفيس عند الاماني، تدخل تفرز تلبس وتخرج. امان ماما مش قلت لك عليها؟ قلت لي عليه الغدوه باش تلبسوا كي نمشيو بحذا فوفا مش لليوم. اذا كان زينوبه بنتك تبارك الله ولات صبيه تحب روحها مرتوبه في لبستها كي امي متى. انا منبه عليها كي تقول لي نعطيها مش تفرت لي حوايجي. هذه بنتك يا شوم ملينا هاكا جالسي محلول ويلبسوا اللي يحبوا. توك تولي الفوطه والبلوزه ومراه الفضيله على مود. تو تولي تهز من عندك يا امي فضيله. محسوب ما يجيكش عجب يرجعوا له. هايش قلت ماما خليه البوله. خليه اما هاني ننبه عليك ما عادش تهز حتى حاجه قبل ما تقول لي. حاضر ماما باي باي. وين خليني نمشي للجنات ونقولها لي فوفا مستدنتها. نانا هاني طالعه للسطح باش نهبط الصابون. باهي باهي. امي فضيله مرحبا. عايش بنت وين يا اختي جنات؟ هاي في بيتها تفضل سوس. مرحبا نسيك. مرحبا يا فضيلتي وينك؟ ها
هكا تقول شد الدار مش بحدا الدار. الله غالب انا تفضل اقعد. نعمل لك قهيوه كان شي بلاش تنوى باش ما تقراهاش نانات. ليه مو انا سوري زيد. خلي عليك ما زلت كي شربت كاستي تو. انا جيت باش نستاد اختي جنيت الغدوه. اش عندكم غدوه؟ ما الا فوفه وراجلها عاملين عشاء عاد يحبونا نمشي وحديهم. لي وخاتي الناس ما نعرفهمش مليح ونحش. وه الراجل قال ما تجي وكان باختي جنيت معاكم. عاد كي هما عينهم بيا نجي اش بيها ما تجيش فوفه بيتها تستاتني. توا هكا اختي جنيت احنا عائله واحده. يا قالوا لي لينا معناها قالوا لك ليك انت. وزيد نمشي وناخذوا كلمه ونعطيو كلمه. ما قلقتش من القعده في الدار. بالحق نانا انت عمرك ما تخرج منها الدار. هاي فرصه وزيد نتلموا الكل مع بعضنا. لا 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 امشي وانتوما انا نقعد هوني. خذ على كيفك انا قلت نتونسوا مع بعضنا ونشوفوا لفوفه اش طيبت لنا عشيه. فوفه هذيك باش تبدا تصنف من الصباح. يا ماكليت يا حوت يا لحم يا غله يا طوي يا جني يا سلايط يا بريك. ها مالا شبيك راهم ناس بم بم السفره نتاعهم من هوني للدروج. اي اه مالا اش قالت اختي جنيت؟ والله اش باش نقول لك يا فضيله كان باش نمشي على خاطرك انت. نعرف حتى تقول لي كي ما تاخذش بخاطري انا بخاطر شكون باش تاخذ. نانا نانا هاوك غدوه مش لازم الطيبه خلي روحك في فورمه. ها سلومه وين وصلت؟ قولي زينب توا سافا هكا؟ سافا سافا. اش بيك تقولي فيها هكا تسقط فيا؟ وبربي تحبني نقول لك مش اكسترا ما سافا. برا هكاك معناتها يقول لي شنو اللي ماهوش نورمال؟ نعرف ظهرت لي الكرافات. ايوا الكرافات هذه الرابع مره تو بدل الكرافات حتى مراقبه السوريه تشولقت. يا خويا خليها هكاك هكا 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 يزي. ماني حضرت شي. فاش تعمل؟ فاش ترى فيا نعمل؟ في شويه كلاس. يا اخي ما تعرفش بابا ما يحبش. لا لا بابا ما يفيقش. ديسكري اون بلوس ترانسبارون. كان هذا ديسكري مالاش عشاعي كيفاش؟ انا يعجبني انت شي همك. اماني؟ تعطيني نعمل شويه؟ لا ما قلت بابا ما يحبش. ملازر بروحك ما عادش علينا بكري. هيا يا ولادي نهار راح فوفه عندها جيت. أنا جينا. يا أخي البنات التوا ما حضروا. أماني فاطمة خرجتوش. بسم الله عليهم عيني ما تضرهم جاو لميمتهم ديما الأخراني. مرحبا. صحة صحة صحة. يا عيني. تفضلوا تفضلوا. صحة عزة صحة صحة محليها روبتك تهبل محليها. يا عيشك. حتى أنت أختي جنيت تبارك الله عليك. قول عليك عروسة اللي تطيتها. يعيشك يعيشك. أختي فوفا ما زلت ما جيتش؟ تو عندك بيها. أي الحمد لله عليكم. يا أخي أسبوعي وينه؟ خليته يكمل يلبس ها قريب يخلط. يا ستار يا جبار يا لندراف أنا لبسة عاد توا باش يخرج لنا. سليمان. نعم أمي. وي استنى ستون بيان. شو هذا؟ شد بر البس. حبي لابس خير الدعريان. أما أنا أسبوعي خذ بخاطري كوستيوم كادو من عندي. تشوف قداش متيك كي تلبسوا. الصبرية هيك معاه والكرافات تجي مربوطة. كادو كادو ها؟ ما يسالش. ها هاي جيت. هاي يا بيه. أهلا فوفا. سالو طول موند. يا مرحبا يا مرحبا. أي حذرينا؟ هاو نستناو في ركب سي سبوعي حتى يحل. عجب زعما شبيه لتوا الساعة خليته قريب يكمل. تيجي تيجي. يا ستار يا جبار. واه يا اخي شبيك تعزم؟ ماني خايف خايف من مفاجأة جديدة من عند سي سبوعي. أي شكون يجي معايا في الكرافة؟ أنا فوفا. أنتوما الاثنين معايا أنا وبوكم. أوه يا ماما مش نشوف الزمردة بتاع بابا كي ما تخدمش بربي. نعم نعم ما تخدمش هذيك تخدم خير منك يا مادموازيل مشروع باك.
أي ملا أمي فضيلة تجي معايا أنت وعزة وسبوعي وخلتي جنيته؟ والله فكرة باهية. لا أنا ما يسوق بيا كان ولدي. أي ملا يا جماعة هاي نمشيو. أي وسبوعي. هذاك أطو نمشي نجبدو جبدان من الاستوديو نتاعو. أه هاو جاي يا سيدي. اه اش بيكم وقولوا زاد اللوكا لا يا سافا باترا. واو طوطو طوطل تهب لبستك ياسر سفن. زينوبه اش قولك مازلت ما نعرفش لبست الرجاله؟ صار انت هي مولات العامله. الله وحد على ولدي اللي يلبسي واتيه عربي ولا سوري. عزوزتي اش قولك باللوك بتاعي؟ ما نعرفش علاش ما تسالش خويا سليمان؟ سيدي خويا كراكوز ولا بصعديه؟ ما اش قولك تقطع لك الهواء؟ شو بغيتي؟ هذا ذوق بتاع طبيب وبتاع بسيكو ثيرابيست. اختي زينب يا اخي راجل مش يخرج معنا بالحطه هذه ويعمل العار. سكتي عزوزتي اونزي با. خمسة وخميس على وليداتي. شوف لي حل شوف لي حل.